نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. جديدكم حسام الوالي يحييكم. علي الحمادي، التحرك ما بين قلب دفاع المنتخب الروسي. علي الحمادي، الله، حسن جلال، كرة أمامية تعبر خط المنتصف إلى علي الحمادي. يلا يا أيمن، 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 هي جول، 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 جول. لا 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 لا. أيمن حسين بالفراد على أنغام الطرب الروسي. وهنا اللقطة الماضية ومثيرة وخطيرة، هنا التسديدة، برافو جلال، والكرة وهدف أول. بعد أن أبعد الكرة جلال حسن، أتت المتابعة من أنتون ميراتشوك. ضغط علي فائز، خطر المنتخب الروسي، خطر داخل منطقة الجزاء، سدد كرة وهدف ثاني. يعني مر بسهولة من جهة اليسار، مر وراوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد، لا وجود لضغط ولا مضايقة ولا مساندة، وهدف ثاني للمنتخب الروسي.